حتكون كلير ادز. اوكي بس ايش فكره الريد؟ ايش فكره الريد؟ في واحد حياخذ هذا الدمج البيبان. حلو، شوف زي الحين فالكون حياخذ هذا البف، حلو، حينزل تحت، حلو الاوبريت، وحينزل تحت. السكانر راح يرسبن في هذه الغرفه، هيرسبن فالن مع سكانر بلاك روم. حلو، في واحد منكم ياخذه، يا اما انت يا اما وولف. اللي حياخذه حيشوف من هنا تحت، شوف الازرار هذه. يب يب تحت ايه، ترى الازرار ما سميناها ورا، انا اترك نسميها احسن. ما في اسماء، لا ما في اسماء، يقول لك تحتي مكان ما انا واقف، تحتي تيجي تحته، هيقول لك هذا او اللي على الجدار، فهمت؟ هو حيبدا يطالع يلي على الجدار يلي على هذا الشيء. طبعا انت من تحت حتشوف اسمه، من تحت راح تقرا اسمه اصلا فوق في الخريطه، حتشوفه يتحرك، حتروح جهته. طبعا اللوبريكر اول شيء حيروح على اليسار، لانه حيرسم السكانر هنا في اليسار، الابواب هذه راح تتقفل. بعد ما يخلص السكانر زرين على طول يجي ينقل السكانر هنا، يحطه هنا ويستلمه كريمسون هناك تحت عشان يشوف البيبان. والاوبريتر بعده نفس الطريقه، الاوبريتر لو طول راح ينحرق، يرفع الاوبريتر، انا استلم الاوبريتر وانزل مكانه، يصير انا اروح مع كرم وفالكون حيكون فوق. انتظر الاوبريتر ثاني مره فالكون، بس حينظف معاكم كيك نوفا ترى، بس يحتاج اوبريتر واحد بس، انا اوبريتر اني صدقني راح يموت الاوبريتر. لا لا اسمع ترى انا في بقول شوف حكيت جراد هذا ايش يسوون. تعال 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 كنوفا، انا الاوبريتر وانت سكانر، انا ما انزل على طول، انت تروح تشوف الاماكن تحفظهم، بعدين تعطي السكان حق الصوب الثاني، يوم تعطيهم انا بصير بكسر اللي تحت، هم بعدين يخبروني الاماكن واكسرهم اني ورن على طول. اها اوكي ايه. هاي كنت اقول قال حاول اقول ميكانيك هنا حق التاخير، ما يصير علينا وايب ميكانيك. لا 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 بس بسرعه لنا، لا عادي يعني، هو لان هو يفجر اليسار، انا بكون اوريدي على اليمين قاعد اشوف له بس خلاص ايزي. اوكي يبغى نمشي كذي، يلا لحظه عيد الحركه، هاي عيد الحركه حق كذي، بيكون سكانر واحد بس هو حيشوف الاعمده هنا بين الازرار، هو راح يشوف الازرار. أيوه. فهمت، راح يعطيها فالكون. أيوه. حيقول له هذا وهذا، وحينقول لك السكانر عندك، حتشوف انت وحتقول له، وينزل يطقطق الازرار كله. اوكي اوكي اذا كذي لازم نسمي الازرار ترى، صح؟ لا مو بس نسميهم، بس احفظهم صح. انا اتوقع ترى تحت الواي بيصير، يا وولف وولف الواي بيصير اول ما تطق الزر الثاني على طول واي. لا 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 اسمع 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 كيك نوفا، يوم تنزل انت يبدا تايمر عندك ما في دقيقه ونص انك تضرب الاربع بانلز، اذا ما ضبطت في الدقيقه ونص على طول تحترق تموت تحت، واذا ضبط غلط تموت بعد. اوكي يلا بدينا شلون عن تسوي حق تسمونهم ولا لا؟ بعدين اذا طولنا بنسميهم يعني، سوي طريقه عاديه اللي نسويها. الاعمده هنا عندنا، هنا شوفوا شباب هذا الرايت زين، هي شوف هذا الرايت 1 الرايت على اليمين صح، وينك؟ يب هذا اللي هو عندي انا تخلي ظهرك على البوابه اللي ينزل منها الاوبريتر، رايت تو ليفت، وتبدا تعد 1 2 3. طب وقف اتكلم كنا غير الاسامي، هاي لايت لايت روم وهذيك دارك روم. هذا لايت روم هي ليفت رايت وميدل، ليفت هذا لايت، لا لايت روم مو رايت، لايت لايت روم زين، لايت ال اي احنا نقول ار 1 ار 2 ار 3 او ايه رايت ليفت اسهل اسهل بكثير والله، ار وليفت اسهل في النهايه. خلي هذا الباب لازم تحدد شوف الار ولا هذا الباب يكون في ظهرك خلاص، هذا ار وهذا ال هو اللي انا شنو مسجل فيه، لان يسهل على الاوبريتر في حال حق يقول صح صح. حتى الاوبريتر لما يقرا راح يقول ار ار 1 ار 2 ار 3 طبعا من جهه الباب هذا 1 2 3 صح؟ حلو ونفس الشيء هنا في الدار 2 3. يب اوكي هي هناك ليفت 1 2 3 اوكي 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 شباب شباب التلفيوز الغلط اللي مش شباب شباب اللي مش فاهم مش متاكد تتكلم من الحين عادي ترى R1 2 3 فاهمين؟ ال 1 2 3 ليش ال 1 2 3؟ لا
لايت ليفت لا لايت يمين لايت يسار لايت نص لا هنا خلاص قالوا نازم نتبع هم ايش يسوون من اللي تكلم وقال رايت ما ادري شو قال كينج تعال عندي كينج تعال منو انت كينجو منو تعال كينج تعال منو يناديني اوكي من هني انا راجنر اوكي شوفي تعال توقف عندي اوكي 1 2 3 اوكي ظهرك ايوه بس خلاص هذا رايت هذاك ليفت اوكي 1 2 3 هم يمشون على هالطريقه احنا نمشي وياهم ما نقدر نقول لا هذا لا هذاك اوكي ايه بس انا اشوف اللي عندها اسهل ما بيضيعون غلطون لا ما في ما تقدر تقول شيء صدق لا اللي تحت ما يشوف لايت ودارك اللي تحت ما يشوف لايت ودارك تبغى تضبط مكانه عجبك كله لكن هو يكون اسهل على الاوبريتر نشوف الاوبريتر شلون عنده قال تحت الاوبريتر ما يشوف دارك وليفت الاوبريتر ايه يكون اسهل كذي على الاوبريتر انتوا خلينا تشوف شلون كل الفيوزات شوف هاي مش انا كل حد 1 هو راح يشوف ار وار 1 و 2 3 وهنا حيشوف ال 1 2 3 اوكي اسمع ترى ترتيبكم ترتيبكم ترى وايد لخبط الصراحه لان هنا يشوف 1 2 3 1 2 3 انا شو اقول لكم لا 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 كله اسمع الباب في ظهرك والله انك ما بتغلط فكرتي خليني اتكلم الحين كنوبا انا الحين هنا بقول لكم دارك 1 دارك ميدل دارك ليفت دارك رايت وانت تقول دارك لايت ميدل ترى ياخذ تاخذ وقت من دامجز تاخذ وقت من دامجز والله ما والله ما ياخذ تاخذ طايل تقول انت تقول انت تكرم دارك 2 طيب اوكي الواحد تجربه عوري يعني ما بضر شيء اوكي بس نسولف في احد ما فاهم شيء اللي ما حد فاهم شيء انا احنا فاهمين لكن احنا شنو الطريقه اللي تستخدمونها يعني سكانر واحد سكانر اثنين شنو كيف سكانر واحد يعني اي طريقه تستخدمونها يعني اللي طريقاتنا العاديه ولا اللي يسمونه لا احنا ايش نسوي احنا ايش نسوي سكان واحد توزع احنا واحد ياخذ الاوبريتر وينزل يطق العمودين اللي على اليسار يرجع يرمي لي الاوبريتر انا اخذ الاوبريتر وانزل له واطق العمودين اللي على اليمين ارسل الاوبريتر فوق الاوبريتر اول هو اللي ياخذه ويرسلوا لي السكانر تحت واشوف الاعمده فهمت اوكي يلا نبدا احنا كذا كنا ماشيين وبهذه الطريقه احنا كنا نكسر ثلاثه اعمده بس بنشوف طريقتكم الان حنكسركم المهم كس اسهل الله يعين الاوبريتر يحفظ يعني الاوبريتر يقدر يحفظ مين الاوبريتر اللي بيكسر الازرار انا كينج تقدر تحفظ ذا كينج تبي تسميهم هاي الازرار ولا اقرا سهل الطريقه 1 2 3 1 2 3 نفس الشيء هاي في ثنتين ترى النهاية 4 5 كنا كيف 4 شوف مني مني تعال كينج عن خلوه لا البنز دخلت البنز انت توقف فوق الازرار احنا ما كنا مرقمينها الازرار ما كنا مرقمينها تبي ترقمهم احسن يكون اسهل لك عشان الوقت خلينا احنا نلعب عادي انت بس وقف فوقها وخبرنا اي وحده اذا كذي لازم تسوي اثنين سكانر اذا كذي اذا كذي بتطول اكثر ولازم اوبريتورين بعد ايه انا ممكن يعني اذا ترقمونهم يكون اسهل احسن حاجه اوكي قول رقمه اوكي لا بس كنت اقول الحركه انت الحين انا ترى اوبريتور مو بلازم اطي ينزل تحت مو بلازم ايه تروث هلا الله انت السكانر تحفظ اماكن الاماكن بعدين انا انزل تحت خبرني وين ديوان خلصتوه ولا لا افا زين وحق الجهاز ثاني شلون انقل السكانر يعني شوف انا قبل ما انزل تعطيني السكانر يوم تعطيني السكانر انا بنزل بكسر عندك وهم قد عرفوا اماكنهم بعدين انا بنكسر اوكي يعني من لازم تحفظ بها وحده يعني بس جهة واحدة جهة الدارك هم اللي يحفظون بعدين انا بكسرها بعدين انت تخبروني الجهة الثانية وين اروح نوب اما انا ريد خلصتوا الريد اساسا ولا لا؟ ايه لا احنا سكند كاونتر يلا بدينا يلا نبدا انا جاوب خلاص خلاص جيجي شباب ابدا شباب يلا بحط تبن يلا واحد اثنين ثلاث برو مش مبين ليل هناك اقول لك بدر مش مبين ليل هناك مش مبين اوكي السكان شنو السكان واحده تحت هني في النهايه على الانبوب احفظ انت تحفظ انت احفظ الحين واحده هني عند النهايه على الانبوب اوكي الانبوب اوكي زين واحده عند البدايه يسار
مو يصير في البداية يصير هني. هني هني هاي تحت اوكي خلاص حفظتهم. اعطني السكانر يلا. يلا كرمزون. ذبحوا السيرفتار وينه؟ فاركن فاركن يلا. يلا الحين بعطيك كرمزون. اوكي اثنين عندي. نيكينج عندي من تحتي. اثنين عندي تعال. اثنين ها. يلا بقتل البوس هنا. هذا عندي. ايه. هذا ايه؟ اوكي خلصت خلصت اللي صار. خلاص اوكي. تعال عندي. اثنين عندي الزرن عندي. الزرن عندي. اوكي. اوكي. ايه واحد على الجدار واحد على الانبوب. ايه واحد على الجدار واحد على الانبوب. شباب في احد جاب درايفين. خلص دمج فيس يلا. اعطوني بعطيك المبريتر وبعدين اعطوني السكانر. أوكي. شباب سيرفتر بس سيرفتر اوكي من بياخذ بريتر بسرعه ما في سيرفتر خذ اي حد اي حد اي حد ياخذ اي حد ياخذ بسرعه يلا اعطوني الحين السكانر كان شباب سكان خذ اخذ حطه له اوكي دارك 1 اوكي لايت 1 عندي هيبي انا شباب زين زيرن كول اوت دارك ميدل قصر دارك ميدل اوكي سكر فل فل انقل السكانر خلص انا امسك السكانر البراتر قصدي تعال حدي البراتر الثاني بدالي حدي بدالي الحين انا بنزل البراتر بس كمولي اماكن طيب سب سب عشان لا موت اوكي اوكي خلاص هتموت هتموت ما حل حقك مستحيل مديك مديك بسرعه كنوفا تعال خذ الاوبريتر مني اوكي اوكي يلا استنى لازم لا لا نسيت نسيت افتح الباب افتح الباب نروح بنل ما يفتح لازم كل حالي لازم واحد لازم واحد بروحه لازم واحد بروحه خلاص زين نوفا على اليسار البدايه تحتي سير سير تحت وانا كنت ايش تسوي كنوفا كنوفا سير خلاص خلاص, 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 خلاص. انا بنزل تحت لا بس ببدل لك ها لانه ما حقدر اسوي الاثنين مع بعض تحتك وين يا على البوب تحتي على البوب اطنب اطنب اوكي ايت هذه لا وراي ورا الخلود الخلود عند انت خلود اوكي ايه ايت هذه اللي عنبوب صح؟ ايه 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 بعدها زين والنهاية النهاية على الطوفة ناخذ الهوي يلا برسل برسل الاوبريتر خذوا يا يلا عطني حبيبنا يلا بسرعة الحقني لا تخلينا نحرق بح السيرفتر بح السيرفتر لا حركة مزين كنافة أول واحد عندي تحتي على طول على انبوبة يلا على الدار على انبوبة على انبوبة أول واحد ضربته اللي بعده ثاني واحد ايه تحتي هذا مش فيز الله لو أتكلم فيز بعدين حد ياخذ البريتر منه خذ البريتر منه انا حط البريتر حط بسرعه حط حط هالسكانر سكانر يلا دمجز يلا كو ايه شو السالفه؟ لايت ميدل لايت تو 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 راح ميدل اوكي ارك 3 اوكي يلا اخر واحد اخر واحد اخر واحد لا تري لا تري لا تري يلا يلا كم التمس so we did it first time I am surprised كرمزن تم تحت من على الكاونتر صراحة منو كان عندي وولف اظني وولف انت كنت وياي صح في الكلير ها انت كنت وياي في الكلير كليرنج
وما كلش ما اقدر. الغرفه كانت وايد نظيفه. لا لا الغرفه كانت وايد نظيفه يا اخي. انت داخل جاي في الدارك؟ والله كانت وايد نظيفه مليت راحت الوايت. انا ما تسكر الاد انا يعني. هنا السيف الجديده شباب. هنا السيف الجديده. وين التست؟ وين التست؟ فوق كان لا. عند الباب عند الباب. فوق؟ ايه من تطلعون فوق ولا تحت؟ هنا هنا شباب التست لا. وين؟ لا مش في هني بونس تشيست ولا شيء شيء تشيستين؟ قصدك التشيست مال الكاونتر ولا السيكرت تشيست؟ لا سيكرت تشيست. سيكرت مور ولا وين السيكرت؟ ها؟ عبد مور ولا وين السيكرت؟ دور دور انا الحين اظني فوق يعني من وين ما طلعنا فوق انا بروح اشيك اوكي؟ يمديك تروح؟ والله خلني اشيك. ايوه انا موجود فوق انا موجود فوق. عادتني يا عبد الله وين السكرت تشيست فارس؟ سكرت تشيست برا مو داخل. ما في سكرت تشيست داخل؟ ما ادري لا بس رحت سكرت تشيست واحد وبرا الريد. هو كان في سكته برا الريد. وين برا الريد؟ اعطاني مو عقب ما في اكثر لازم يسافر هو تقدر تروح فوق بس ما في شيء ما يبطل باب. لا لا انا فوق ما في شيء ترى فوق انا فوق. ايوه وياك اللي في شيء طب بطل خبط سوى حالة انه كنت مسوي بلاتشات سويت كليب من الطريق فوق والطرف هو من اللي صدم انا راكنا راجنر. وين تروحون انتو؟ هاي هاي وين اختفيتوا؟ تم انزل تحت تم انزل الحاجة. تحت تحت يمين ها؟ اه تعال راجنر في هناك بعد نازل اه اه ونروح بعد هناك شباب هنا في شيء تحت اه وين تحت هنا تحت احس يكذب علي وانا انزل تحت اجيب العيد شوف يا ريال تنعز ما مت ايتش بتاع ايتش وين فك ذا داي داي حاول انا نزلت حاول انا كنت ابغاهم شباب ترى منطول في الانكاونتر خلينا نبدا الحين ها الرجال وايد مستعجل تعالوا ثاني انكاونتر استعملوا لامنت سوون تو فيز لامنت تو فيز او ثري فيز يا الله تو فيز اتوقع دوبه اي لامنت اقول لك بروكن 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 الاسلحه هنا يا شباب انا اوكي شوف العب اي شيء تبونه بس اهم شيء يكون عندكم السيف الجديد من الاخر اوكي شباب تفهم التكتيك هنا كيف الدمج فيس يكون رضيعين مرة العبه بصراحة تحت البوس لا هي اتذكر دامج فيز نازل بنضرب كنا في نفس الوقت صح؟ لا مو كنا ما يجوز في فريقتين تبون الطريقة السريعة ولا المضمونة؟ اللي تنفهم اللي تنفهم اوكي اسمع خلاص ثلاثة بيكونون فوق ثلاثة بيكونون تحت اوكي منو بيكون منو الاثنين منو الاثنين بيكون سكانر انا بكون ابريتر في اثنين يكون سكانر منو بيكونون؟ السكانرز يشوفون البوس صح؟ السكانرز يشوفون البوس نشوف السكانر اقول وولف وكرمزن نفس قبل شوي اوكي فوق واحد تحت يعني؟ ايه واحد فوق واحد تحت انا بكون فوق انا وكرمزن فوق منو معنى الثالث بيكون؟ انا والطريقه سريعه اربع فوق انا تحت صح؟ اجيكم انا لا قول له ثلاثه تحت ثلاثه فوق خلاص خلاص انا بطلع فوق مع الشباب اوكي الحين اللي تحت انتم اذبحوا عند الاوبريتر واعطوني اياه فوق اوكي انا بعطيك الاوبريتر فوق انت اعطني الاوبريتر خلاص السكانر بين موضوع بين بيكون بين كرمزن وبين وولف اوكي على طول لا توقفوا سريع واهم شيء اذبحوا السيرفتر اول شيء اذبحوا السيرفتر وشيلوا السكانر متاكد الموضوع كان اول دمج فيز فوق بيكون ثاني دمج فيز تحت اكيد صح شوف بعطيك الفكره كيف هي الدمج فيس كيف يكون نظامه انت بتدمج كل الاربعه اللي تحت والفوق اول شيء نبدا من فوق ندمج الباس تعطيه تعطيهم سكان واللي تحت يحدمجون الباس
اقول هم يعطون على طول يعطونه دمج فوق بعدين هم احنا نعطيهم هم يدمجون تحت. زين احنا مو هاي مشكلتنا، مشكلتنا في الديباف شلون طريقته. الديباف خلاص الديباف انا بكون اوبريتر بطل البيبان وبعقه. اي بس يعني لانه هو اذا تسخن الديباف على بابوح خلاص ما تقدر تطلع بعد مره لو اف لا لا انا بنزل خشف انا شوف اول ما انا بمسك بنزلكم ثلاث بيبان ممكن طيبه تمسكونه لا تخافوا ممكن طيبه لا كرمزن ولا كاكنوف بينزلون تحت ما عندكم انتم الثلاثه مره كل مره واحد منكم كل مره بينزل بيطلع بينزل بيطلع حس واحد بيطلع والثاني بينزل بداله متى ننزل اوكي بنبدا الحين والسكانر لازم ما ياخذ الديباف لا السكانر لا السكانر ما ياخذ الديباف ابدا لا. يحاول ياخذ الديباف بس اذا شلها خلاص عادي يعطي السكان بعدين هي عندي متى ننزل متى فوق ينزلون تحت ما ننزل أه؟ فوق فوق ما ينزل ما ينزل تبون هالحركه شوف او تبون حركه حمود فريق لما خلصوا داي 1 واحد يتم فوق واحد يتم تحت طول الوقت اربعه ينزلون ويطلعون طول الوقت لا راح احسب سوى الخربطه ايه راح تصير خربطه عشان شكل ثلاثه ثلاثه ايه وارد خربطه كل من يروح فوق تحت خلاص يلا بدينا انا اوكي على البوغي يلا جو يلا بدينا اذبح لا اهم شيء كيف قاعد تعمل لابت ولا في عد وعنده ودي اشوف الدي بي اس معه هدي هدي علينا كرمزن هدي الصوت ما ادري اسمع طول احنا قلنا اوبريتر اصلا وصاير اذكركم السكانر هو اول واحد يضرب لا حمكم يضرب السكانر اول واحد يضرب اذا ضربت اذا حمكم ضرب غير السكانر وايب بس ايه لو انا الحين انا عندي لو عندك عندك السكانر وانا ضربت اول واحد وايب لازم تضرب اول شيء انتوا شو بدكم ها تعال انت الثاني تعال تعال اذبح السيرفترز اذبح ترينة تحت كم واحد يطلع في سكانر هنا شو السكان وانا اوبريتر شباب اللي تحت لا غصتي اوبريتر سوري في اوبريتر كان تحت شل اوبريتر مش مهم هذا بيتحرك ترى يتحرك وين روح؟ ما تصور اوبريتر اصلا طالع بريته بشوف دمج فيس حصلت واحد شو اسوي فيه وديه فوق صح اطل ترمل ترمل شفت هل اللي كنا باقي سيرفر عندكم سيرفر فوق تحت واحد اذبح السيرفر عشان تقدر تعطيني الباف وين السيرفر مو قادر اشوفه تحت بس دمج شل 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 كيف هو علي من علي من علي من فوق علي من فوق علي من فوق بسرعه بسرعه دمج دمج فالكن لحظة شو اوكي ليحين ليحين بس الاوبريتر وصلت فوق ها البث خلاص حلو الاوبريتر ولا اخذت اطم 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 مسكان اخذ الاوبريتر اخذ الاوبريتر لا اطم مسكان اطم مسكان يلا ها على اليمين ها اسكان على اليمين يمين وين حط المكان هو لا لا عق عق قصه وين ما اخذه لا لا المفروض انت تخليه لي بعدين ندخل اثنين مع بعض يعني يمين يمين واحد يمين واحد واحد يمين اضرب انت اول واحد انت اضرب اول واحد كلوز لا اصبر نوع اللاج يوم حققت السكانر ما اخذوه ما ارش له لا يا كينج تقدر تشيل البف من كرم بس تطلق على كرم يطيح البف تحت وانا اوكي ترى طاهر ليش تاخذه ليش؟ ما يحتاج تاخذ اكسب وقت لما يطلع اللي تحت معايا ونفك البوابه مره واحده فهمت لا لا عادي عادي مولو. خليك من وقت ما فرقت اهم شيء ان نخلص بسرعه بس ولا خلاص اوكي تبنا حركه نسوي الحركه
لا اوكي حكتك احسن صراحه. ايه اوكي خلاص، بدل ما تفتح الباب لشخص واحد تفتح لشخصين. بس شباب اللي تحت على طول او برايورتي عندكم اوبريتر، والشباب اللي فوق برايورتي عندكم السكانر. زين الاوبريتر نوصله على طول فوق صح، نحطه في الماكينه صح؟ إيه. بس على طول خلاص. على طول هو مكانه فوق الاوبريتر. اوكي وصبر، اذا بسالكم سؤال، اذا حطيت الاوبريتر هني بيوصل في اي مكان فوق ولا لا؟ اي مكان، لازم مكان معين. ايوه خلاص اوكي، يعني ما فرق. اوكي والسكان نفس الشيء، انت خليك جاهز يوم نبدا الدمج فيس، خليك عدال الترمينال. طب نايس، انا بس بعرف مو كل البوسات. اثنين واحد ليه ماشي اوبريتر، اثنين واحد والبوس اللي انطقه يختفي صح ولا يبقى؟ يختفي. طب كيف ذحين كريمسون قال مرتين يمين؟ لا اكثر من مره، انا ما اقدر احنا اليمين ودوم الحق السكانر وخلاص. والله كلوني شانكس لقيت الاوبريتر بس كان يخبر اوبريتر سيرفتر. اذبح السيرفترز. هذا واحد شلته، عندي السكان، عندي السكان هني كنز. تعال شله اوكي، عندي الاوبريتر تحت فوق اليسار. ارسل الاوبريتر، لازم يساعده حاليا اللي عند اليمين. اذبح السيرفترز شباب، اذبح السيرفترز. انا ذبحت اللي على اليسار وهذا اللي على اليمين، بذبح الحين. ذبحت اليسار، انا ذبحت اليسار. انا افيلبل اللي تحت يسار تحت، في كان واحد خلاص ذبحت اللي على اليمين. اوكي هو السيرفتر يسوون بلوك حق هذا؟ ايه باقي واحد، باقي واحد في النص يا شباب عندنا تحت. ايه كتبوا ولا فاهم الحين دمج في الشباب بسرعه. خلاص ذبحته، بطر سكانر خلاص. اوبريتر تحت النص، تحت النص طرست اوبريتر. اي واحد كنت بعيد مني ذبحته. اوكي تعال اعطى سكانر يابا. انا كمزن كرم من فوق هنا عندك سكان بسرعة. طق كرم، اضرب كرم، اضرب كرم يا كينج. انا ورا ول لما اقول لك اضربني اوكي. اخصى يسار، اخصى يسار بعيد. حلو اوكي، وين السكانر هني؟ قبل نقول له حن السكانر يلا اضربني كينج، اضربني ضبطك يعني. اخذ الديباف، اخذ ثاني مره. اخذ يلا ما اخذ الديباف الباب يلا يلا وينكم اللي معاه الديباف؟ احمد الديباف تحت الديباف اللي تحت ما طلع يا شباب. يا فالك الحين بيجي الديباف يطلع. قاعد اطلع، افتحوا لي الباب على طول. لا الباب تحت هاي كمزة. انزل تحت الله كينج وين؟ طيح عن الباب على طول. انببط طيح راح الباب. تعال برا دش. هنا كينج عندك، انا كينج عندك. يلا ادخل انا هنا سكانر. شو سكانر؟ اوكي ادخل او شي كلينز. وايب ديباف وايب بس وايبنا. جبت من اللي تحت. الحين شو استوى غلط؟ اوكي كنوفا انت شل السكانر، وكم زين شل الديباف اللي تحت عندنا. في حد خذ الديباف؟ الديباف هي كان عند فالكن ورحت فوق فالكن ولا داخل مطلع بس شو اسمه تاخرت شوي. ما عليكم الحين احنا تلخبطنا في موضوع الديباف. موضوع الديباف هو اللي لخبطنا. فاللي ياخذ ديباف يصير على طول فوق صح؟ ايه اوكي. وبعد ما يصير فوق كول اوت. شباب انتم كول اوت، تخيلوا انه ما يعرف. اوكي اللي عنده ديباف تعال عند كريمزن، ولا اللي عنده هذا يعطي هذا. عرفتوا؟
انا بعرف اصلا المكان حقه تشوف البوس انا وايد حد صعب تشوف البوس خل ايه خليك هني خليك قدام انا بسوي يعني انا اللي حاخذ الاسكانر كرا منزل تحت انا اللي باخذ الاسكانر المفروض السيرفتر الحين ينزل هذا السيرفتر يب يب سيرفتر هيك اهما اكو عندي الاوبريتر بيبقى لكم فوق باخذ سكانر كنوفا تعمل سكانر عندك باخذه بس بس اي احد منكم ياخذ بسرعه خلاص سكانر عندي سكانر سكانر عندي هوني فوق باقي سيرفتر وين السيرفتر يلا سادور على ابو شكرم حصلته وين الكم سيرفر متر فوق وين انا ما عندنا تحت هذا هنا هنا داخل 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 ها والله زوكي شفته شباب السيرفر اللي صوب الثاني ذبحوه ذبحت اللي على اليسار وينه وينه هني لا نحن عندنا فوق هني شب فوق انا ورقنا افترينا على الماب كلها ما شفناه والله درنا لفينا لف يا اخو يصير زم ناقص وينه؟ وين؟ كرمزن و كوكونوفا اوكي انا فكرت واحد يرسم بس اوكي هنا 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 عندي حطيت الاوبريتر تحت رفعته فوق رفعت الاوبريتر اوكي حلو حلو خلاص اطمن بسرعه ال انتظر السكانر سكانر ايه شيل الديباف ديباف يا وقف وقف وين السكانر؟ شليته يا كرم خذ الكرم خلي شيل اطل بسرعه لا لا كنار خذ 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 يلا خذ 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 بف خذ بف اوكي اوكي جاك 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 كنار كنار بنموت ضيع بس متنا انا متاخر معلش تاخرت انا نسيت والله اعطي يسار المفروض قوم دون غلطتي غلطتي انا متاخر ايوه بتشوف السكانر حط انا بمسك السيرفر اللي في النص انا بمسك السيرفر اللي في النص كوك انت بتمسك على اليمين انا اليسار تكون في اليمين اللي تحت لا لا انا بمسك السكانر عارف انا السكانر انا اللي حمسك اللي في النص دوري اللي في النص يلا شباب بعد اللي تحت قاسمه انا بمسك اللي في النص هل بمسك اليسار شنو ادي العرض يعني ولا لانه في النص اقدر اشوف كل البوسز يا كرم عارف فانا اللي حط لي انا بايول على اليمين في التحت حق السيرفتر دي قصدكم ولا شنو؟ يا بس السيرفتر ولا حق السيرفتر علي فوق على اليمين هنا تحت يمين صح؟ ولا فوق يمين؟ كل تحت يمين تحت يمين اوكي انا تحت في وسط راجنار انا فوق وسط واللي في الوسط يصعد بعد يمين يسار لانه يكون عنده الاساس سيرفتر سيرفتر راح النص سيرفتر اوبريتر بعد تحت يمين خلصته اوكي كان اللي يطلع عنده يتكلم عشان اجي اخذه انا عندي الاوبريتر وين يسمونه ذي؟ من وين ما ذبح السيرفتر ماله؟ الحين قاعد اذبحه وينه؟ وين راح؟ اوكي اوكي خلاص ذبحت السيرفتر اوكي ما اقدر اطرش ليش؟ فوق تايكو ذبحته مقفول
ذبحته اللي فوق شباب؟ ذبحته؟ ذبحته اللي عندي. الاسكار عندك؟ وين الاسكار تشوف السيرفتر؟ تكفي واحد تحت في سيرفتر يا شباب، في سيرفتر فوق يا شباب. لقيت الاسكار؟ كان داخلك ما شفته. حاطه اللي مستخدم هني. تحت النص، تحت النص. كنا بذبح السيرفتر بعد الدوار عن الاسكانر. يلا انا بطرش الاوبريتر اللي ورا شيلوا الاوبريتر بالضبط. تري شي وقت شي وقت واحد نص كوكو ترى لازم شو اسمه تسوي بلوك بعدين تستعمل السيف. اطم سكانر اطم اي مكان ترى في واحد كان اقرب لك. هذا خلاص هذا تم ارسلت للسكانر مو بذي تعال اي واحد يسار تكوي يسار كنا بدأت عندي اللي بف يمين تحت هني تحت عندي اوكي واحد ياخذ دي بف انت شل السكانر كمتل بصعد فوق عشان الفالكن بتصير فوق انت ايه بصير فوق فرصت لكم الدي بف اللي عنده الدي بف يجي على طول اللي عنده الدي بف يجي اوكي كينج طيح راجنات يودي يسار ها يلا اوكي اخرت شوي هذا بدا وايب ميكانكس ايه في النص لا مو في النص لعندك لازم انت تضربه يلا شوي وايب يلا طق بعطيك عطوا ضربه واحده بس تكفي الليسر وايب شباب عن موضوع الديباف لازم موضوع الديباف لازم نعرف المحطه لان مكان انا كنت ادور عليه كنت ادور على الديباف لازم نحط مكان معين نجمع فيه الديبافز ما مشكلة قلت لأن ما روال فيكم عشان طريقاتكم يا أول باب نفتح الباب اللي فوق على اليسار أوكي أول باب نخسر فيه الديباف اللي باب اللي فوق على اليسار بنجمع كل الديباف على جنبه أوكي إذا حد يبغى يشيل الديباف أو يحطه فوق على اليسار أوكي طب إيش رأيكم لو نبدل اللي بتسمه ده بالفوق واللي تحت أساس خلاص اللي يطلع من تحت عنده الديباف يبقى فوق خلاص إيش رأيكم اللي سوينا الفكرة هذه جبان وبعد تحت بيختفي ما بكون في دمج تحت اثبت لا عندي فكره السكانر ينزل واحد لا احنا وين غلطنا ترى كل شيء كان ما يمدي غلطنا انا اللي كان عندي سكانر كان المفروض احطه تحت صح بس كنت ادور على الديباف عشان اخذه اخرني اني ما حطيت السكانر تحت انك تدور على الديباف على طول انت بعد الدمج حط السكانر ليش لا ما قلت نوفا ياخذ الديباف او شيء عندي الديباف نوفا كان عنده الديباف بس شاكم بالفكره تدور على الديباف على طول تحط السكانر زين تبون ايش يسمونه واحد اللي ياخذ الاوبريتر من تحت يجيكم فوق وتم عندكم فوق الاوبريتر انا شاكم الفكره هاي اسمع الفكره كنوفا يكون فوق عند السكانر اول ما نضرب البوس يصير عندكم تحت لان ما نحتاج ان احنا واحد زياده فوق بس خلاص عند الديباف يكون موجود مع السلامه لك لان هاي قاعد طالع جلاد امس يسمونه كانوا يسوون كذي هم يكون سكانر ثابت يعني انا اكون سكانر ثابت قصدك هو المشكله شنو في لكن من طلع زين يمكن ايش يسمونه قال طالع قلاد امس كانوا يسوون كذي ما يبون يسوون ون فيز بس كانوا يسوون كانوا يخلون واحد تحت وخمسه فوق حلو شاك فاي نسويها بس شنو المشكله انه من يخلصون دمج فيز فوق على طول دمج فيز يبتدي تحت فما يمديهم يشوفون اي واحد سكان اي واحد البوس طقونه ما يمديهم فلازم يقولون السكان لا السكان بسرعه هو يتريح السكانر كامل ينزل لا سكان لا شو قصة؟ قصة انا كنت فهمتك بس انه احس انه ما يمدي ما والله
هو كل شيء كان ماشي اوكي، ردنا نفس ما كنا، اللهم هو ان الاسكانر ينزل اسرع. واحد تحت على ثلاثة سيرفتر يستمر كثير. لا لا واحد لا اثنين. اي اثنين كفاية ترى. احنا ترى كنا ماشيين صح، بس مشكلتنا التأخير في نقل الاسكانر. سكانر. فبس البرايورتي الحين عندكم سكانر تغلونه بس. خلاص اوكي. ورتك. حتى لو ديوب مع خذوذي، اهم شيء سكانر تغلونه. على طول. سكانر على طول. اهم شيء ممكن البفات تترد. انا كاسكنر اول ما اشوف البوس اصفر راح اطقه طقه زي كذا واقول لكم مكانه. وانت اكل. لا ضرب البوس، لا ضرب البوس، تري خليك عنده، نحن هذيك الساعه ثلاثنا بنضرب البوس. نقدر ندمجه على دم فوق على اليسار. زين لحظه اني خل اتاكد، اني خل اقول لكم الكول اوت تحت. واتش عندنا واحد على اليمين، واحد نص، واثنين يسار. اذا قلت لكم اقصى يسار الواحد كلش بعيد. اذا يسار في يسار عادي واحد جرب في اليسار اوكي حقنا ما نتخاف بس هو نازم بس للتاكيد هو نازم راعي السكانر يضرب اول واحد صح في حد والله صح الكلام لا ما اعتقد انه ضروري هذا الشيء ما تعتقد خلاص عير خلاص اوكي بس اهم شيء ان نضرب نفس الوقت الا لو كان وايب لان لو ضربنا نفس الوقت دامج اكثر لو واحد ضرب بدري بيقل تايم الدامج اوكي شباب كوكو كوكو اشوفك دمج بوس بوت رايفل ليش دمج بوس بوت رايفل ايوه ليش ليش دمج بوس بوت رايفل ليش نص يا جماعه ضرب البوس خليك عنده ترى ترى شوي وايد وقت ترى مو بلازم تضرب على طول شوف بلاك يا ريال اوكي يلا بدينا يلا شباب يلا هي يلا هي ابدا كرزن شق البوس يا كنوبا نزل كنوبا نزل صعد والله وين رحت كنوبا رحت المريخ الهليكوبتر كيفك يا الهليكوبتر هذي؟ كول اوت حق السربتر والشباب اللي فوق ركزوا على السربتر ها؟ كنوبا مات افتح سوبر يا غبي افتح سوبر ليه؟ اذا بتموت افتح سوبر انت غبي تموت على طول سربتر يا واد ايش بك؟ شباب من جاي يغني؟ وين سربتر؟ انا خلصت اللي عندي خلصت بس سيرفر عندي اخذ كنوف يلا روح اوبريتر عندي على اليمين تحت كنوف وراك في برايم جرام وراك برايم جرام كنوف وراك برايم ما ابغى طيب اوكي وصل انا جبنا تو كون راح يبحث الغبي اكلكم لك في الاوبريتر في النص ورا في النص ورا يلا تعالوا ولا بطي ولا فيديانس طق 2 3 طول اوبريتر جماعه عيد مصاري موجود في الكينه اسالكم شيء لا عطم سكانر اوكي يا تعبانين رايح ترى خذوا الاوبريتر يو بوي خذوا الاوبريتر الحين يو سكانر شيل الدباف يمين هذا اللي عندك بحط الويل يلا يو اضرب الله الدمج اوكي واحد ياخذ ديبا واحد ياخذ ديبا شباب انا عندي ديبا فالكن هلا بروح شو هو الفكس بالضبط يا شباب اللي فوق لا تاخرون ال جاي فوق ياخذ سكان اي واحد شو اسمه ايه هاي كنا شوي تاخرنا فيه لكن بس قال يوم هاي وانت تسوي دمج كان الاوبريتر على الماكينه ينطرق ايه عارف بس كذا دمج وياهم
بف فوق على اليسار، حط البف جنب الباب، حط البف جنب الباب فوق على اليسار. هو لما تنغلون الباب صح؟ ولما تنغلون السكان قولوا ها؟ كنوفا هلا كنوفا، ترى انت ليش تروح للدم اللي ممكن احنا في نص ورا، تروح للسكان اللي قدام، في ترى واحد اداء البوس بالضبط. ففي واحد يسار ويمين وورا وقدام. مش مشكلة بس الشباب اللي فوق سكانر عجلوا فيه ها؟ اهم شيء نوصل، اهم شيء التوصيل. اوكي والديباف شو اللي ذبحنا؟ اللي ذبحنا الديباف؟ لان البوس ما سوى وايد. شو اللي ذبحنا؟ انه نحن خذينا، انه انا اخذت الاوبريتر دار كينج. شوف انا سكان طلع عليه تحت وهكت. مو ديباف فوق على اليسار. ديباف فوق على اليسار بليز. اوكي شوف يلا. اعتقد دمجنا البوس. لما ناخذها ما اضيع. ما نعرف اي واحد برضه كمان. هو شوف في طريقه ان شنو تسوون، تاخذون من البدايه اوبريتر واحد ياخذ اوبريتر من تحت وعلى طول يجيكم فوق وتم عندكم فوق زين. انا بسويها خلاص، انا بتم وتسوون جاجل بين هاي الاثنين اللي فوق وسكينر تم بروحه ما ياخذ الديباف. وتعرف كيف يسوون سكان عادي، ترى بدي باف اقدر انقل السكانر يعني، فاقدر اقدر انقل السكان بسرعه خلاص شباب. ليتس جو تيك انذر تراي، اذا طولنا في السوالف ما بنخلص اليوم. كرمزن شق البوس، شق البوس افا يضرب كرمز افا انا بفك السور في النص على طول، خلي شيل اللي شيل. اوكي سير بتر شو الاوبريتر عندي على اليمين تحت. بيك بيك ذبحت سير بتر مالي، ذبحت الهوي اوبريتر اوه ذبحني اتوني قط. وين الاوبريتر؟ بطل الهوي قتل الاوبريتر. عندي اه سوري، حطيت الاوبريتر في المكينه يا شباب. اوكي نايس ضبطوه. اوكي في تحسن في السيرفرز وايد. طاك الهوش له في سيرفر الحين. هي في عندي واحد في عندي الاسكانر هنا برضه اخذته. لك فوق الحين احد مذبح السيرفر ماله، هذا ذبحنا كل شيء تحت. لا كنوف ما ذبحنا عنده. ذبحت اللي على اليسار. لا احنا عندنا كريم. ذبحت اللي على اليسار. انا ذبح انا على اليسار، انا اللي دم على اليسار. وين؟ اعتقد اللي ورا اللي ورا اللي تحت ورا. استغفر الله. يلا دمجي كنوفا. نايس دمج. خطر سكانر. فين السكانر؟ ما اعرف الا هذيك انا خلاص. سكانر سكانر يلا سكانر. ليش ادالك هني والله كنوفا ما شفتها. عادي شوفها مره جايه بدل وايب. اي واحد فك من الديبوف. لحظه اقصى يسار اقصى يسار. يلا حلو اوكي. انا اخذت الديبوف انقل السكانر. يلا اوكي صار عندي. كيف تسوي ريسل كان قاعد في شلك كنوفا بس كان شيل سكان. وينك انت؟ بدي باف وشلت السكانر. اوكي بس انا عندي يسار البوس يسار. اوكي راجنر انت خذ السكانر عقب. اوكي دمج يلا. اوكي زين اخذت الدي باف حين جايكم فوق. شيل الدي باف من يلا. وين اروح؟ تعال تحت 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 عاد يسار؟ السكانر عندي. حط صح. في دبل ثاني يبي دبل ثاني. كينج احنا في الغرفة. اللي على اليمين فوق. يا فوق على اليسار. هاي مو غرفة هاي. لا كله فوق على اليسار يا اخي والله حرام. كيف تاخذ من غرفة؟ السكانر احنا وصله فوق صح؟ ايه وصله فوق.
عندي ديباف شو اسوي فيها؟ روح فوق؟ هي روح فوق روح فوق روح فوق روح فوق اوكي 30 ثانية تلحق شيل شيل بس شيل اسكان اسكان اي مكان اي مكان هني مش الان مش الان 20 ثانية شباب كيف نسوي ريست؟ واحد من الاشخاص وينك وينك اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق انا الحين بطلع من الماكينة 15 ثانية طقوا طقوا كم زين كم زين شيل شيل الديباف 10 ثواني يلا شيل الديباف انا ما اقدر اشيلها مرة ثانية صح؟ لا ارجع تحت لا تقدر تشيلها فين 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 تحت 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 جماعة ارجع تحت يمين 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 سير يمين سير يمين اوكي امزن خلاص انا حد شيل حد شيل الديباف اطلع فوق على اليمين تحت على اليمين تحت على اليمين حط اللي تحت على اليمين يلا انا فتحت الفوق بس يلا هل السكانر معايا صح؟ يب. لا راح نستمون السيرفتر السيرفتر مرشخ السيرفتر اوكي اوكي جود كول جود كول اوكي ذبحت السيرفتر هني ذبحنا اثنين اليمين ذبحته؟ هي ذبحته اليسار اقصى اليسار هي ذبحته في حد يسار عندنا تحت؟ روح روح تشيك على الاوبريتر ذا هناك لانه ما عندي انا اوبريتر على اليمين اوكي اوبريتر ما اشوف اوبريتر ما اشوف اوبريتر مثلا عندي لان عندي الاوبريتر ما شي فايده شباب فين السيرفتر الثاني يا شباب باقي احد اللي تحت ذبحناه لا كيف كذي هني هني كمزك هني كنوفا شوف في واحد تحتهم هني فين؟ اه هناك على اليمين على اليمين في واحد على اليمين في واحد على اليمين في واحد على اليمين راح له كرب انت كمز انت كمز انت كمز ها يلا اكسر طيب البوس اللي ورا اللي ورا تحت ورا تحت ورا تحت يلا. ورا وولف انت بتاخذ الباف صح؟ اسكان يلا ايه اوكي اوكي نايس دامج يلا كيف هيل البوس؟ جلتش جلتش السيرفرات الخرا السيرفرات خرا وين ال وين الديباف؟ بس كان عندك ديباف؟ لحظة الحين ما سوى وايب مكانك حق هوي عندك كنوف كنوف شيل الابرتر شيل حملكم شيل الابرتر مني خلاص وين البخاطر هاي واحد وين البخاطر اخصي سار اخصي سار احضر نضرب خلاص شيل شيل ضربه 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 يلا يلا بعد شوي بعد شوي حلو روح ياخذ ديباف عاد عشان ثواني عندي عندي ديباف انا بروح فوق ها طقوا طقوا كرم كرم طقوا 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 كرم نقالته كرم نقالته شيل 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 يلا شيل خليك على الكرم بتميم اوكي شباب انا عندي ديباف اول مره اوصله فنازم مين مين فوق مين فوق مين فوق مين فوق مين ها 20 ثانيه وين اروح على الغرفه اللي على اليمين وين 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 شباب 15 ثانيه هذه الغرفه اللي فوق 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 مين فوق مين يلا شو اسوي اطلع 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 اوكي 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 خلاص يلا ياخذ الاوبريتر حد ياخذ الاوبريتر حد ياخذ الاوبريتر انا امشي 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 طقني 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 كينج تحت 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 اي واحد اي واحد ياخذ كيان فالكن خذ كيان فالكن وين راح الاوبريتر مش الاوبريتر ها ها اللي عنده اللي عنده حظي يلا يلا من شيل السكانر من شيل السكانر انا شليته سكانر سكانر وين وين ثاني وين ثاني لازم في واحد في اوبريتر تحت عندك اوبريتر يا ولف الله بعطيك بطرش السكانر فوق قول لي ما في سوي طرش سكانر طرش سكانر استوالي ويزل استوالي ويزل فاك طرش سكانر بطرش الاوبريتر الحين طرش السكانر فوق يلا حد حد شيل حد شيل الاوبريتر مت انا مت بجيك 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 اه حرام والله حرام اخي استوالي ويزل الاوبريتر موضوع هو استوى لا لا هو كان كل شيء اوكي ليل ما استوى الاوبريتر دمج دمج انا عندي كذا 219 شباب دمج بالسيف بالغلط صرت البف اوكي خلاص ماشي مشكله استوى شيء بالغلط الحين بخلص ما عليكم شباب ما عليكم بس الاوبريتر ترى راح حق هو مش تصير من الله انت تعرف كيف تستعمل السيف كوكنوفا تعرف كيف تستعمل السيف مو انت قلت لي حط السي كذا صح شوف قبل ما اخذ العلم وصل حطيت العلم وين الغلط كذا نضرب اضرب لايت 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 اتاك بعدين نضرب اخر شيء
شوف تم ضاغط عليه وري بعدين لايت اتاك 3 لايت اتاك قصدك بعدين هيفي. شوف انا مدوني اسوي 4 لايت اتاك كذا اسوي اول بعدين كذا صح؟ عاد شيء ترى يخلص عاد كم احط له كم ضربه يعني اسوي؟ 3 على الهيفي اتاك بس لازم أوكي. لازم تكون ضاغط عليه ترى حق لازم ضاغط على شو؟ اوكي تعلق كذا الساعة بس لا تمتي والمد من البداية لا لا خلاص الحين فهمت كذا ها واحد اثنين ثلاث زين احتمال هاي يسمونه نطلع ندش لان حضرت العالم بالغلط نوايب يعني لا عاد عادي اسحب العالم بعدين من نوايب على سرر بالدرب زين ال يسمونه لاستن شلون كنا نروح فوق كنا نروح فوق ايه الاوبريتر لازم ينزل لنا هاي الليفت انا كنت منزل لكم تراني كنت اوكي من ثلاثه ربنا جماعه الخير في اخر فيز لما يكون البوس في ربع حلقه شو يصير بالضبط خلاص كنا نكون فوق نبدا ندمج فيس نفس كل مره بس اللهم هاي ما اسحب الدي باف بتدمج كل الاربعه اللي فوق زين يسمونه كل اللي فوق لان تقولون اخذ الاوبريتر احد ياخذ الاوبريتر حددوا يعني احد من فوق ولا من تحت انا امسعه وهاتكم بالغلطه الاوبريتر وانا تحت الاوبريتر دائما فوق الاوبريتر ما يبقى تحت ما ينزل تحت ابدا ما منه ما عليه بس انه في النهايه انه كنا متوهقين كان حط الاوبريتر ويبون يحطون سكانر فشلت انا بصراحه حق يحطون سكانر يعني حددوا تبون يشيل اسمع الديباف اسمع كلامي انا اقول تحت يسار تحت يسار تحت يمين تحت يمين والله شكلي بموت ايوه جيجي اخذ المصعد حقي جيجي بسوي له ريفايف بسوي له ريفايف انا مت جوا المصعد ليش؟ ايش اللي صاير؟ كيف؟ دشيت المصعد ومت جوا المصعد كيف؟ عندنا لايفز ولا ما عندنا لايفز؟ اذا ما عندنا لايفز شباب وايب سريع شو هذا؟ وايب مرتين عند المصعد اختاروا حين من الحين اختاروا المصعد الواحد انا اول واحد على اليمين دائما بس ما ادري ايش فيهم غيروا يا شباب واي وانت قاعد في المصعد خسرت عشانكم عشان اني ما لعبتش معكم انا كنت الباك انتوا متوا يعني باقي انا الحال ايه اوكي قول لي كده انا بس كنت مميت انت معلق اوكي يلا انا اروح اتحرش في البوس عشان يقتلني بس ال 5 او ماي جاد ما شاء الله يوم تحاول تموت ما تقدر تموت بس يوم تتمشى تموت بس عند البوس عاد تموت يا رجل موته بايخه من طياره تموت عند البوس ما يقتلك قدامج افريون قدامج كوكونوفا هلا حبيبي يوم انت بتبدا تبغى نبدا ندمج عد لين من ثلاثة انا ما اعرف متى الوقت اللي تشوفوه انت يرفع يده فيه لا كملوا نفس الشيء كملوا نفس الشيء خلاص قدام مخلصين ما عليك خلاص اوكي يلا الحين بتلخبطون بتحطون افكار بتخطب الدنيا فالكن ايش حالك الحمد لله بخير شعلوك كرم خذ لك مصعد غير هذا ان شاء الله طيب خذ لك مصعد غير هذا الله 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 شقني الحيوان لا روح الحين روح يا اخي يوروبا يا اخي ناس كتير فاكس والله عم بدور مش ملاقي ليش ما في ولا شيء رسمان عندي على اليسار
ايش؟ قريبة اكو واحد اكرمسون؟ روح جهد مين من المب احمر استيرينا بس استيرينا بس وي 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 طب يسار طب يسار حاصبه اللي على اليسار شلته عندك اثنين تحت كنوفا حاصبه وي ساعدني على اللي النص ها تعال تعال عندي الوسط راجنر الاوبريتر على اليسار يمكن اوب بعطيكم الاوبريتر الحين اخذوه احنا اضمه انا باخذ انا بسوي ريفايف حق راجنر اوف 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 انا ماني شايف احنا نذبح السيرفتر انا ذبحت اللي تحت انا ذبحت اللي تحت اوكي احنا احنا كنت متوهقين كنا بعطيكم بعطيكم الاوبريتر على اليمين فوق اليمين فوق اليمين عندي فوق اليمين عندي اعطيتكم الاوبريتر فوق اليمين تعال تعال يلا واحد اثنين ثلاثة شباب قولوا يوم تعطون السكانر انفو انفو انا اكل سكانر اطلب سكانر اطلب ولف قدم شوية خلك كني احسن عشان اعرف وين نروح بني بدي اضرب كلم زين حط الديباف اكي 25 ثانية اي واحد عندك عندك اقصى يسار يلا اضرب 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 وكينج اضرب وكينج ويت 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 كم يلا واحد اثنين اضرب يلا يلا 10 15 خلاص بعده 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 وعلى اخذ ديباف كي راجل اخذ ديباف بنقول لك واحد كمان واحد اثنين ثلاثة ضربته شلك شله نزل نزل الليفيتر شباب اللي عنده بريتر نزل الليفيتر شل شل سكانر شل سكانر كوكنوفا قمز قمز شل 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 يلا بسرعة في روم بطل حق الديباف شباب تحت النص تحت النص عندي تحت في النص وين 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 شباب بسرعة وين وين ال واحد واحد اثنين ثلاثة عندي باف يا شباب شباب عندي باف كول اوت شباب عندي باف تحت سال تحت سال عندي وراك عندي كرمزة 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 ضربني ضربني في واحد برمي تحت كف انا بصعد شنو 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 بصعد فوق شباب عشان الديباف عندك باف يا فولك جاي 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 خلاص التحر انا راح امر قلاص كانر شيل 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 تحر خلاص التميت شيل سكانر شيل سكانر شيل سكانر امزل شيل سكانر اوكي منو يشيل السكانر اللي فوق ولا تحت كول اوت بسرعه فوق 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 كرمسن كرمسن اي بوابه شباب اي بوابه وين 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 عشان الديباف اي وحده شباب فوق فوق صار فوق صار فوق صار تعال فوق صار ايوه بسرعه شباب نبى الليفيتر تحت بسرعه 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 ايه نحتاج ترى ما عندنا شيء اوكي دخل 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 نزلت نزلت ثلاثة نزلت ثلاثة بسرعه 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 لا تدخل فاركو فاركو لا تدخل فاركو لا تدخل ميت انا ميت فالكون وين فالكون ميت فاركو عندي كرم وين ايش ايش دخلت لا تدخل بهالباب فوق على اليسار تحت يسار فوق لا موت لا موت لا موت لا موت والله الله خلاص وايب 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 يوم يخلص منك التايمر وايب على طول عشان اقوى وايب اشوف في حياتي هذا يا اخي لحظة شباب اي حد عندي باب يعدل كينج ام كي ام عدل كينج ام كي ام لا يروح عدل كمزم ولا كنوطا عدل كينج ام كي ام دوم ويوم خلق قلت لك تعال تحت يسار كنت فاتح لك تحت يسار عشان افر لك الديباف بريتر هو يكون الحارس انا شباب تروح للكينج ما راح يجيك انت اللي تروح لين عنده هو مو شايف انت فين انت تروح للكينج وخلاص بس خلاص هو ما يعرف اي حد نادي. هو ما يعرف مين اللي ينادي ترى الاصوات ايه ترى انتم ما تقولون الاسامي انتم ما تقولون الاسامي انا دائما اقول الاسامي انت روح للكينج وخلاص روح للكينج على طول شوف اللي فوق بريتر اثنين ثلاث يلا بدينا اللي على اليسار الاول سيبه يا كرم Shadow reassessment. Orbital platform active. Orbital platform.
والله حلو الانكاونتر يا شباب، بس يبغاله شوية تركيز، يبغاله عمل جماعي شديد. ايوه وشوية تركيز، عمل جماعي وشوية تركيز. سيرفر يلا سيرفر شباب. تحت يمين خلصته الاوبريتر بشله. خلصوا السيرفر مالي بطلوا ولا فكوا بعد ما رشله. يلا شوف في سيرفر طلع. سيرفر فوق على اليسار. شباب شباب بطل الاوبريتر. الاوبريتر تحت طلعت فوق على اليسار. على اليسار على اليسار على اليسار على اليسار على اليسار. عندي عندي فوق على اليسار. كيك بحط ولا في راديانس. دمج دمج انا برا تحت مره بعيد. واحد اثنين ثلاث. ما اريد اسال شيء، كيف اعمل فاينل بلو؟ من عند الدي باف؟ تقول انا ما حد ما حد ما حد شيل الدي باف. اوكي خلاص سكانر حطه. جماعة فاينل بلو بالسورد يعني رايت كليك صح؟ اي شيء يعني قتله بس تقتل. اي واحد راقنا؟ اي يسار تحت يسار تحت كينج يسار تحت تحت. واحد اثنين ثلاث يلا ضبطه ضبطه ضبطه. كم زدت تحت تحت تحت؟ انا اخذت الديبا باخذ سكانر وبوي يكون فوق الحين. كلهم شل السكانر. باخذ السكانر باخذ السكانر. خذت هذا ثاني مره ما هو مشكله. باخذ سكانر باخذ سكانر. خلت تحت سكانر تحت يلا. اوكي بشل السكانر. اوكي شليت السكانر. اللي على اليمين اللي على اليمين. فالكون انت وايد بعيد انا اظني ببدا دامج. ما بلحق ما بلحق. اضرب اضرب. ايه ايه ضربت. اوكي عندي الباف بطرش السكانر اول شيء فوق. السكانر فوق يا جماعة الخير. وروح فوق. انا باخذه. وين اروح اودي دي باف يا شباب؟ هل عندي فوق عندي فوق عند كينج. اوكي عندي مكي ام على طول. كينج كينج عندي كينج كينج. اوكي 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 حلو بالتاكيد فقط. مكي ام تحت تحت يمين تحت يمين. اوكي ادخل غرفه ولا اعطيك اياه؟ ادخل 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 اطلع لا اطلع اطلع. اوكي حلو بس تعجبوني شباب. حلو حلو الشغل. في سالفة في شيء تنظيف الحين تنظيف. تنظيف تنظيف خلاص الشباب. يوم يقرب دامج فيز اتكلم حق اللي تحت. يوم يقرب دامج فيز كل واحد يقرب صوب النص. يوم يبتدي دامج فيز انا كنت في المصعد فما بدون يسوي شيء. سيرفر سيرفر جدات سيرفري 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 يلا لا سيرفر ست المجد ست المجد يلا. في تحت في تحت سيرفر تحت في سيرفر في النص يا كينج. خلصت عليه البوست تحت. وين ال تحت قدام البوست. هنا هنا عندي 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 اول واحد تي بحط له الفيدنس ضربته. بحط له الفيدنس اول واحد اثنين ثلاث اضرب يلا. او ما عندي السيف نطلع له ترايب على السكنر. سيف سيف اضرب السكنر اضرب السكنر. هذا السكنر السكنر راح قاتل السكنر. 35 ثانيه 35 ثانيه استنى يا كينج. ايه يا شيء وقت انا كنت جنبك عادي. اي واحد نص 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 تحت نص تحت. هذي واحد اثنين ثلاث يلا نايس. يلا كلنا نروح فوق. لا لا بعد بعد هي فوق كلنا فوق. انا عندي ديباف. لا لا كم زدت تاشل تاشل شله وشله كلنا في شله السكانر. اوكي انا شايل السكانر. يدفي يدفي تنغلى
نسيت انقل الهيت كيو. ايش انا جاي عندي ديباف؟ لو عندي سكانر. انا عندي نسيت انقله. بقول لكم وين. كم؟ تحت يمين. الحق نفس الشيء نفس اخر مرة؟ شت. واحد اثنين ثلاث. فين البوس؟ فين البوس؟ هلا انا اضربه لا بعد حد يضربني رقنا حد يضربني وينك وينك ولا بس انا اموت ولا وايب لا خلاص كمل خلصنا لا عدينا شباب لا ما عدينا ذبحنا البوس ترى لازم كم عدينا اتوقع لازم ننظف الديباف يا شباب انا ابفهم كيف ما عدينا ديباف الفره ليش اظني الديباف يذبح كل حد اكيد اللي خلص ديموت عيل من ديباف انا صارخ ديباف الف مره ما حد صار لا ديباف ما يذبح ديباف بس يذبح واحد ديباف لا ديباف وايب ديباف تعرف شو ديباف كمزن بس اذا كان يرجع ويذبحنا كنا ايوه لا يرجع بس يدمج اوكي طيب ما يدمج يعني لا وايد باي بالفل الحين سؤال عادة ليش ما حسبوا ديباف انتوا استعجلتوا في الدمج انت ما كان لاست ستاند لو هي لاست ستاند بس ديباف عندي انا قاعد اقول ديباف ثلاث مره ام كي ام ديباف انا صرت كنت قاعد اقول اذا لاست ستاند ما اعرف دور عنك ما حصلت ماشي مشكله خلاص يلا هالمره بنيه والله انا غلط انا تعيلت ونسيت انقل السكانر جيت فيه يلا لا عاد نتعلم من اغلاطنا زين بقول لكم على اخر ربع من الهيلث كلني فوق صح؟ كل حد يب. اوكي ام كي ام شو اسمك؟ محمد ليش؟ محمد عشان يوم ما صارخ محمد ترد علي ما برد عليك بس يلا كينج ناديه خلاص كينج مروح انا قلت كيف قلت بكي ام قلت شيء والله لا والله خبط الان في النهايه سمعت وينك لا تصير عادي تصير ترى لا هو شوف حاول خلي قدامه شوي خلي قدامه خلاص يلا شرب مرتر مرتر على اليمين تحت مرتر على اليمين تحت رحت سويت ريفايف وياه سلمت عليه تقهويت وياه راجل كبريتر تحت على اليمين بحته السلفتور اللي فوق هذا صار اخذته خلاص ذبحته اكون مني راقنا على البوس الاوبريتور اوكي وانا السكانر اهم شيء السكانر عندي جدات السلفتور ما انا طرشته اوبريتور طرشته نايس قدام يسار قدام يسار هناك اللي صار لا اللي صار فوق يسار بس طول فادين ستريا انا بعيد ابدو دمجه يلا وات اثنين ثلاث فالكن قرب ها؟ اه وات تاخرنا لا ما تاخرنا انا ضبطك من قبلك كمزن وات ذا فاك تاخر كينج ضرب قبلك صح باين الدمج مو من الدمج بس انا ضبطه لا يخص لازم هو اللي عند كان يضرب طب كوكو تريستان تاخر كنت وراك هذا نظف وقف النص عشان اذا النادي انت على طول ما تروح هناك فوق على اليسار تكون قريب فوق على اليسار اقول لك تحت على اليسار فوق على اليسار وتحت على اليسار يسار يمين تحت قدام تحت ورا خلاص من هاي خلاص اوه نايس مين مات؟ كينج الله يعينك هذا الحدي يعطيني ريفايف بس تدخل المصعد الحين بتموت على طول زي ما سأل لي انا قلت شباب الحين لعبوا سيف ليش لايف صدنا؟ نفس النسام سيف كلنا قاعدين نلعب بس حلو في واحد ظني نصهم كارفر راجنر يسمونه اوبريتور عندي تحت على اليمين خلود ما عندي بس ذبحتك ذبحت السيرفر مالي
سبيشل. شقني شقني شقني. رحت مبير يولا انت. اي والله. بطالة فوق خفت يا رحي. ترى الاوبريتر على هاي الجوز ها؟ سكانر عندي هنا يا كرم. سكانر عندي هنا. خذ خذ. لا تشاء. في احد مذبح السيرفتر. عندي. مذبحنا تحت. اوكي يلا خلاص الحين مش الا. فين السكانر؟ السكانر اختفى يا شباب. ايوه بدينا. السكانر عند مين؟ تم عندي. هذا هو السكانر. تحت. اي واحد اي واحد اي واحد. هنا 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 عندي 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 عندي. عندي. بضب 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 ميون ليش ميون؟ ليش ميون؟ تأخرنا تأخرتم بالدمج تأخرت ميون كوكو انت جهتك النص انت جهتك النص دفع عنها اي بس بعدين اذا حد كان اختفى سوى تليبورت كيف قدامي سوى تليبورت كيف سوى تليبورت ما ادري والله كذا فجاه اختفى كل واحد اختفى كذا وراح كل واحد ينظف جهته كل واحد ينظف جهته ترى الكاتر لاك وايد فيه الكاتر وايد لاك فيه ما ادري ليش لا اما انا قلت لك السكانر عندي اول ما جيت اضربه اختفى قدامي لقيته عند البوس لقيته بين البوس والله كيف لاك في لاك في انا اركب شوي ويانا بعد لا لا عادي كرمزن تعب تعب خلاص يرهم بشد قاعد تاخر ما سوى لهم سالفه المره لا كرم غصبا عنه ساكت ما قدر شباب حمود حمود يقول ان الاوبريتر ما يدمج ما في داعي يسوي دمج بس لازم يوقف وينتظر البفات عادي بس اساعدكم ترى شوف لما كنت اساعدكم محمود قال اذا الاوبريتر جريدي الوقت مشاركة الديبا سربتر ايه لا اوف ايك علي سر راقنر حق الاوبريتر جتلت السربتر عندي الاوبريتر بيسارة انا بشتله برفعه اوكي بشله لا بشله خلاص بشله انت نظف عشان عندك جات اب شليت انت اوكي خلاص انا بنظف بدالك روح عندكم سربتر فوق عندي السكانر تعال شل سرعة شباب رفعت رفعت الاوبريتر شباب رفعت الاوبريتر عندكم حد شل السكانر ليش مشلته؟ بعيد وين السكانر؟ انا تحت انا السكانر قلت لك فوق اليسار فوق اليسار قلت لكم انا تحت ما اقدر امشي اللي فوق اليسار الله يهديك كوكو انا قريب منك خلينا نجرب ندمج في هذا انا تحت نايس رايق انتوا ليش عندكم اللي يشيل السكانر بس واحد؟ واحد بس ليش؟ مش واحد لا هو اثنين اوكي بس اثنين السكانر كان يسار لحظة السكانر كان يسار اوكي وكوكو كان في النص مفروض كوكو هو اقرب واحد للسكانر اكنوفا هو شباب هو اقرب واحد للسكانر يشيله ويروح عرفت؟ دايركت خلوه حار اول ما تطلع فوق خليك في النص يا كينج لا تروح لا يسار ولا يمين انا هروح يسار كريمسون شوف يسار انت خلاص معك الاوبريتر لو جاء السكانر عندك حنورط فهمت لانه التنظيف واحد يمين واحد يسار في بعد تحت لازم تحصل حق تحت السيرفر انا تحت عن الهاي الفوق يعني الطول فوق ايه بعد ما ثاقبت نفسيا حق نص ساعه فهمت شو قصدك كينج خليك في النص كينج خليك في النص انا بروح يسار في النص ايش في النص ملخص ملخص اسمع الحين خلنا روبوتر لا كيف احنا هذيله ملخص عادي بشيل انا ما انظف يسار خليك في النص دوم انت خليك اوبريتر عندك اكسر الوظيفه الحين عندي الاوبريتر الحين برفع ارفع انا بنظف بدالك لين ما ترجع الشباب رفعت ال رفعت الاوبريتر انت مت رفعي ايه ميت من زمان ترياك الاوبريتر في الماكينه
سيلفتر عندكم فوق؟ سيلفتر اللي فوق سيبه سيبه عندي. عندي بس كان عندك الكرم؟ يلا يا اخي تحت احس كفاية اثنين. وين يا كرم؟ والله عادي يجوز والله بعد. كرم فين؟ صوت ده مرس بك بعد ذي اخذ له اوبريتر الحين يلا فوق على يسار 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 فوق على يسار ايه صح الاوبريتر ما حد شلو له شلو شلو واحد اثنين ثلاث يلا ابدأ ده مش كيف؟ ثانك يو السكانر يلا شل شل حط السكانر دي باف خدي شوية عادي وقت عادي وقت امي كنا يمين 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 حط يمين بحط الول بحط الول لا تدمج لا تدمج يلا 1 2 2 3 يلا شباب الحين كم شباب 4 ليفت كليكس 1 رايت كليك شباب 4 ليفت كليكس 1 رايت اي ام دي بس دامج نغلط السكانر بفور كنا في كنا في شل شل دي باف كم تشل السكان ايه دي باف عند منو من اخذ دي باف تحت لا انا ما حصلته وين الدي تحت وين دي باف اكوكو اوه هاكو فك واحد ياخذه واحد ياخذه عليك 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 عندي اضرب 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 سوي له ريسيت سوي له ريسيت سوي له ريسيت يا ما يصير روح فوق روح فوق اضربني فوق راجنر ما يصير روح فوق اضربني ما عندي اوبريتر ما ينفع وين اروح وين اروح لازم اوبريتر هني 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 يلا اضرب كنوفا اضرب كنوفا اضرب كنوفا خلاص خلاص وايب وايب شباب وايب شباب وايب انا استوت غلطه تحت ما شلنا ما صار وايب ما صار وايب ما صار وايب ما صار وايب لا 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 شيل 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 اقصى يسار اقصى يسار اه ما له حل وايب 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 بتموتون بيرجع يذبحكم وايب اصلا ماشي مشكلة ماشي يا جماعة صار قلت عندنا درس صار النهاية البوس من عندكم نزل عندنا تحت من اللفت لما اشوف اشوف البوس يا الاوبريتر اللي فوق لو سمحت الاوبريتر اللي فوق شوف عدتك انت سكيورتي حاطينك على الفاضي ما ممنوع يدخل البوس جارديان زولي ها اجل بوس ما راح لنا وسط شيش فيه تحمس الحبيب شاف الربع كلهم رايحين فوق تحت فوق تحت كان انا بصير فيها انا بلحقهم بس ذكروا الديبا بس بس الاوبريتر يقدر يشيله هاي مو صار اللخبطه بعد مره لا شباب لما يكون عندكم الديباف وتبوا تشيلوا روح عند كينج وقول له اضرب فلان اضرب ايه ايه لا لا هي لا هي هي صح صح لانه لا هي استوت لخبطه صارت لخبطه شوي هي لا صارت لخبطه بسيطه انت في النص كينج انا في اليسار يلا اوبريتر 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 يسار تحت يسار وصله وصله انا بوصل الاوبريتر وين راح؟ هاي صار هو ينزل ويسر سيرفتر مره واحده برفع الاوبريتر فوق اه فاضي هذا السيرفتر عندهم فوق في 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 شيء مخرب بيقول في الشات سيرفتر 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 زين فهلكم في عندك هناك ترى جهاز تحت اه عندك جهاز تحت هناك على اليسار ايه هذا سكانر شوفه عندي سكانر ايوه فالكن ارفع يلا برفع الاوبريتر بس وين السيرفر رفعت الاوبريتر فوق عليه فوق عليه فوق عليه عندي الاوبريتر في الجهاز اصبر 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 اجيك اصبر اجيك اصبر فالكن قرب علينا شوي اوكي بس قرب شوي خليك في النص يعني خليك ويا راجنر اطهم عند مين الديباف عند مين الديباف اوكي خط الديباف خط السكانر قول كرم انت عندك الديباف اوكي وين؟ خلنا نشوف خلنا نشوف اقصى يسار اقصى يسار يا الله يا النبي نوف خليك عند الجهاز شيل السكان اوكي كاونت داون 1 2 3 1 2 3 اضرب كرم يلا اي الله شيل الديباف انا بشله انا بشله الديباف وين وين الديباف؟ انا شله سكان سكان كنت كان كحل حطكم حطكم سكانر خذوه روح فوق طيح طيح الباف
الحين اعتقد سيرفر ترى الحين بينزل ام كي ام انا جاي صوبك ام كي ام عندي ديباف تعال تحت 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 محمد تحت, 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 تحت اوكي يلا عاد اضربني خفيف انا تضربني قوي خف علي يلا شكرا ارجع 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 عندك ما عندك ما عندك ما ارجع 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 اي الله يلعن وين راح تشب في حدش في حدش اللي بف انا معي سكنر لا تعال 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 تحت 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 يمين تحت يمين انا موت راجنر انا بشيل انا بشيل بشيل, بشيل الباف اه انا ممنوع انا بشيله انت لا انت لا تشيله لا تشيله لا تشيله انا بشيله قولك بيك حكه بيك حكه بيك حكه حد من يشيل مني الباف الاوبريتر اضل خلي يشيلون من الجو راجنر شيله راجنر راجنر شيل شيل الروتر سيرفر سيرفر كم زين شيل كم كم انا باخذ انا سيرفر انا سيرفر 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 طيحت السيرفر طيحت السيرفر على اليسار مثل على اليمين شوف في واحد في النص فالكن تقدر تشيله أيوة. بموت انا بموت بسرعه ثمان ثواني في سيرفر في سيرفر ما انت خمسه اربعه عندهم تحت تحت مو فوق تحت 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 جد طيب طيب خلاص مجرد سؤال مجرد اخذته ما في وايب انا اخذته انا اخذته حد اوكي لا وايب 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 ليش لا 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 البوب وايب خلاص وايب 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 اوكي مجرد سؤال كينج ايش كيف استوى في بافين ما استوى بافين المفروض ما تاخذ انا ضبط انا ما اخذ اسمه اسمه ايش بشك السالفه اوكي لازم اخذه هو ما وقت انا جايك انا كنت جايك انا كنت وراك بالضبط والله ما اكتفيك والله اسمح لي عادي تصير تصير بس كيف كيف استوى بافين كينج كيف كيف بافين استوى انا ضربت طيحته انت شليته مره ثانيه ما اعرف كيف الظاهر يوم يسمونه يوم شاله بسرعه يمكن قبل الدش يا اخي لا 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 انا كنت داخل قبل ما يضرب انا داخل, 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 داخل لا لا هالانكاونتر يستوي بقات يا اخي والله ترى استوى حتى ويا اللعيبه يستوي لهم ترى يلا يلا ماشي ترى كل ماشي صح ترى حلو اكثر ناس بياكلونها سبيد رانرز ترى راجنر كم لو تتكي من دكت تسوي مساوي وانا وياه فور ليفت كليك فور رايت كليك انا مليون اسوي خمسه قول والله صعب يضرب الخامس ايه لا بس ما نقدر ما نقدر ها انترستنج يا اخي بجرب انا كنا خامسه لان عارف كنا بسرعه لانه انتي صار خامسه قال ضربنا في نفس الوقت اوكي سيرفر صح لو برايتر كان على اليسار جيت على السيرفر عاطوا من السيرفر اللي بينزل الحين فوق وين الاوبريتر؟ وين الاوبريتر؟ مفروض على اليسار ما ماشي مفروض على اليسار ماشي على اليسار ما في ما في دار ما على اليمين ماشي على اليمين ما في على اليسار كيف كذي؟ هيكون في النص والله عادي تصير هي اسكانر تحت اسكانر تحت يا انا تحتاش الكركنوفا يلا جاي يا حبيب ماشي ما في اوبريتر كوكو طلع 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 على اليمين يمكن ينتظر السكانر اوكي حطه فوق 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 على اليمين فوق على اليمين فوق على اليمين ضربوا ضربوا انا ما بلحق انا ما بلحق ضربوا يلا الديباف الديباف كرم احميكم شيل الباف ما حشيل الباف كرم كرم شيل الديباف الله الله السكانر تحت عندك السكانر كيف خطر سكانر
وقف النص عشان كينج يعرف المكان. اقصى يسار اقصى يسار اقصى يسار. اوكي تري تري حق فالكن. فالكن تعال جماعة. وين المشن امبايرز فول؟ باي اضرب 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 يلا. سوري نعم ما في 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 خلص. لا لا كيك مدان مدان شو اللي بنف كنوفا. يلا بنقل شاتوني شاتوني انا شو اسمه استوى في بفين ويزل ويزل نقلت الكنر نوريك هذه بصعد شباب فوق انا خليك فوق ها فالك خليك فوق ها اوكي تحت ورا شباب خبروا فالكن وين يوقف ها فالكن عندكم فوق اوبريتر عندنا تحت راقنا قول والله وين اوبريتر والله وينه توني تويفه شباب وين عشان ها ديبا بودي الاوبريتر فوق يا شباب ها كنوفا خذ اوبريتر اوكي ارسل اوبريتر جايب لكم يا فوق انا ميت اجيب لكم السكانر اول خذوا عشان يصير لك السكانر لا خلاص صوت ردي والاوبريتر في ثلاث بفات فوق في نهايه الراد اصلا بقول لك كينج كان عند الهاي اوبريتر من كذا رحنا عند الاتحاد لانه والله لا رفع عندنا الاوبريتر تحت لا فمشي والله لعبه اغربني وتاخر الاوبريتر علينا تحت مو شلون يعني لا الاوبريتر تاخر عادي انا هو شيء ولا شيء ينتظرون السكانر ما فرقت لا بس هو ملاحظ لا كان يرسم علينا قبل هي كان يرسم عاده قبل صح بس هالمره وايد خضر راحته تحوت خضر رفع المو الدرب اوكي جوانت كينج ايه يلا ربينا كلنا ماشيين تمام يلا بس يلا البفات هذه نضبطها بس سالبة الديباف بس اللي نضبطها لا مو الديباف هو اللي يسمونه الجلتشات اللي قاعد تصير الجلتشات والديباف وضبط معانا الديباب خلاص دماء كيف اسوي المشن امبايرز فول؟ شيك عندك الموقع في موجود عندك المشن موجود في الخريطة دور يسار دور تحت يمين عندي بس تلاقيها علامة علامة مهمة لا سوي لها تراك وتشوف في اي كوكب وروح لها كينج تحت موجودة بالكوست يعني؟ اه هاي لقيتها صح موجودة. Empire's Fall, okay. Oh, the Dark Priestess. I have the high Dark Priestess. Orbiter. Okay. Fight from Varks. Min Varks are. Okay. Hey, guys, stop. Have the operator. عندي. وين اختفى? What? السكنر عندي يا كرامة السكنر عندي وين البريتر؟ اختفى خلاص حصلت اوكي يسوي ترابورتر فوق يمين فوق يمين شباب شباب ضبه خلاص ضبه اضرب ما وصل للبريتر شو؟ جماعة وين الاقي فاركس هاد؟ فاركس وين هاد؟ يوروبا هو جوا المشن خليه في المشن تلاقيه في المشن يوروبا عندك تشارونز كروسنج ولا الثانية بيوند عند الهوت الوي بوينت كيف سويت 20000 دمج ما ضربت البوس انا دمجت البوس غلط ضربت البوس غلط انت ما قلت لك فوق يمين بس كيف دمجت البوس غلط اقول لك كينج كينج الو كينج موجود ترى يمديك تاخر حق تاخذ الاوبريتر حق تسوي دامج ايه نعفف ما عندي مشكله ايه بس ياخذوا على طول بعد الدمج عشان يتمرر عندكم السكانر ايه هاي المشكله اقول لك هاي يعني يقدر يدير تاخر عادي مو بشرط انه ينطر عقب يسوي دامج ايوه اذا تاخر الاوبريتر راح يتاخر عليك السكانر لا ما عليك يمديك في وقت يمدينا اصلا نوصل له ونحط ول مو بدوم مش دائما للاسف اذا الفوق سريعين تحت سريعين والعكس صحيح انا اوبريتر المفروض يكون على اليسار يطلع يمكن عادي في النص يسار يمين ضعيف في النص
والله زين طلع في النص ولا كنت بشيك. اول مره يطلع في النص مو بالعاده يطلع عندي. انا امس يعني يوم ال في الاوبريتر في الهواء الاوبريتر في الماكينه يب شليته الروتر عندكم فوق السكانر عندي هلا انا خلص ال كانوا يبون يشربون شاي وياك دراني وكل واحد يصاب القهوه موته لا لا ورا تحت تحت ورا 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 سوري سوري تحت ورا ضب 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 خلاص ضب ضب طيب ليه شو صاير دخلنا دخلنا ضرب بدري والله كيف في من بعد رحته انا شفت كنت مين بعد تحت عليك شفت هذاك في زي الاضاءه الصفراء بعدين حولت تحت شفت بث عندي شوف ما في تويتش قام يزيد الجلتشات شو تبغانا نصير نوربت نرجع ترى والله عادي جلتشات نطلع اوربت ونرجع لا 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 خلينا نكمل ايش بتعمل ما بيصلح شيء نسوي اصلا كل شيء نعدنا وجديد لا لا في لخبطة سارة بس الله يعين عليك كابتن اخي الله يستر والله ضربت بدري يا شباب والله ضربت بدري اول ما وصلت عنده ضربت بس مفروض ما نويب بعدين هم قالوا اذا دمجته ضربه واحده خلاص فك الوايف يعني يمكن مو كذا الحين لازم هاي دمج قوي با أوربيتر أوربيتر مو عند لي عندي والله الحمد لله عندي توين بس شغل حار بحار أوغمنت أن أفايلبل وفي حد عنده سيرفتر يا جماعة تعال تعال خش تعال خش عندهم سيرفتر فوق أنا ما في خوف انا في خوف جاردين داون شوف ايش ده لا تطلع على كذي تختفي ما يصير ها ها ليش فكر انا ما في خوف فوق يسار فوق يسار فوق يسار فوق يسار دمجه 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 لا تاخرنا تاخرنا كيف 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 مستحيل تاخرنا فين في شيء في شيء يا جماعه في شيء احنا ما كنا نسوي في شيء خلاص طلع اوربت ما يخص الاوربت عشان لما هو يوايب اصلا كل شيء نعيد من جديد انا عرفت الحل خلاص كل واحد تبغاه يوصل اول هو اللي يدمج كيرس كان ضبط تقول وين لا يدمج بروحه ولا شيء دمج 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 عشان انا ما حطيت في الهيك انا دمجت على طول والله 151000 وما دمج على طول اوربت ورجع بسرعة اوربت ورجع في شغلات في الانكاونتر والله طب لنا ساعتين على هالانكاونتر والله دحين جينا كمان حركات بنجي Welcome. يلا في الأول الحين. Hello everyone. We are back after 14 long months of waiting. And today I'm going to guide you through the Deepstone Crypt, starting with the entrance and the security room. Let's get it. أول مرة أشوفه يا. بوه صار له كم سيزن عندي.
انا اول مره اشوفها في الجيم. The entrance is a Crota's End style encounter where your team needs to go from safe zone to safe zone in the freezing cold under your kites and or sparrows. لا لا جو جو اخر ليل ساعة 12. ثواني ثواني البلوك عندي يبالي اغيره شوية. خليه مع الميل احسن. Will work better in general. I'm not gonna really try to explain exactly. إذا ضغط بلوك ما بيطق ميلي مرة واحدة. إذا حطيته ويا الميلي. Hey. لا لا لا. Ward. My team ran the 1280 first, which is the hardest one, thinking that we would almost guarantee that we would get the weapons as a reward on the first try, and that was not the case. We ran it a few more times on lower difficulties on the 1250 version, and two of the three of us managed to get it within, I'd say, four or five runs. Sammy, I owe you one. You just keep farming this over and over until you get the weapon. It's only been a few hours, but I haven't seen one difficulty drop it more often than the other. Everyone that I spoke to said it. Why? لأننا نطلق في الحرية. حلوة. فلولس. حلوة. بس حلو. روح الأوربت. بس خلاص. الحين فلولس من بعد هذا الموتى. هذا يعني احنا نخبر الجيم. احنا ما في خوف. نعم نعم. اوربتر. اوبريتر كله في المد الحين. شو السالفة؟ شكله مل. لازم يقولك تسوي لازم تسوي تشينج. اجي تلعب السيرفر. يلا الاوبريتر في الماكينة. دي السكانر. السكانر عندك عندك يا تحت يسار هي جايك اصلا بجنا. انا شلتها وين؟ تحت ورا قدام تحت الحقو خلصت انا دمجت. انا حد يشيل الباف عندي الباف. حد يشيل الاوبريتر. ارمي الاسكنر شيل الاوبريتر. الاوبريتر كمزن. عطني الاوبريتر كمزن. خطت سكانر يمين عند غرف خلود. اوكي. واحد اثنين ثلاثة. 1 2 3. يلا ها ترى شيء وقت عندك. ليش شيل هيلث ريجن ماله؟ باف وين؟ بصعد عندك دي باف يا فالكن. بصعد انا بسوي روح بين عمي بسوي لك كفر. قاعد اضرب البوس. عصب علي انا كلب. شيل سكان كمزن. كلهم شيل سكان. خلاص كرم شاله. على يمين. شباب اي بوابة؟ تخلنا. شباب سكانر ثابت. لا خلي يكون في حد سكانر ثابت. ما بغير سكانرات لانه ما عندنا سكانر ثابت فوق. اوكي خلي سكانر ثابت. مين بيكون سكانر؟ ماشي سكانر ثابت ما شيء. اللي بعض الحين يطلع عندك بعض الحين يطلع عندي بعض الحين تحت عند كيف. يرحم والدك. اقرب واحد اللي مش اوبريتر ياخذ سكان فقط. أوكي. بس هي بس هاي النص هو السكانر. النص هو السكانر. لا مرخص. خلينا نلعب النص. خذوا وارجع النص. عادي خذوا روح النص. لا تبقى مكانك. خلاص ما يحتاج تنظيف لو اخذت سكانر. ابقى افلع من الوحوش لما يطلع البوس. ثاني شيء يفضل الاوبريتر. ثاني شيء يفضل اوبريتر يكون على اليمين. ما يكون في الوسط. لا في ابواب يمين ويسار. في ابواب يمين ويسار في الوسط لما يطلع المصعد عشان. لا صح فكرة بعد. يا اخي ما في فائدة تذبح الشانكس يرجعون. اذبحهم دمها عشان الدمج فيس الذكي. لا انا اذبحهم قبل دامج فيس.
في شانكس في النص. ملعوز انك؟ اهلا كشلت اشلت اه السيرفر او براي ترى عندي تحت على اليمين قتلت السيرفر ذبحت الاوبريتر لا ما مات لحظه ذبحته السكانر عندي عندي شباب عند السكانر ما يشوفني في سيرفر حي ها يا جماعه مقلس هاي اللي بحط الاوبريتر حطيت الاوبريتر يسار 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 يا شباب الحق اضرب لا لا البف حد شيل البف شيل الديباف شيل الديباف يا كرم انا عندي خلاص اخذته اخذت الديباف اوكي اخذت سكانر خلاص كنوف انت بتشيل السكان اقصى يسار اقصى يسار يوم يوصل 10 خبرني يوم يوصل 10 ثواني لسه 25 في وقت في وقت في وقت 1 يلا 2 يلا هيا هيا شوف اظن في كاب حق ال هذا اخذ ديباف ديباف جو انا اخذت الديباف بس على الباص كان شو السكان كان راح نقالته الحين باخذه شباب اي بوابه يمين 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 تري 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 كنوفه واحد اثنين ثلاث شباب شباب فتحوا البوابة عشان الديباف اي وحدة اي وحدة ديباف شيل بعد شوي هذه هذه كرم كرم اللي قدامه سكانر يلا ناخذه يلا بدنا نتصل بسرعة يلا 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 طلع طلع يلا اللي في الوسط ها واحد اثنين ثلاث وارفع السكانر بسرعة شل الديباف وروح شل الديباف يا ولف انا برفع السكانر شلون مو راضي ياخذه؟ خذ البوي ما يخ ما راضي ياخذ الديباف وصل عندي وصل عندي انا يا الله اطلع سكنر روح ايه كيف وصل عندي انا اذا انت خذيته والله لعبه انا مكان خليني اخذه اصعب اصعب كل الديباف عندي فوق بسرعه يا كينج هي خليك عند الدري ها لو سمحت انا الحين واصل فوق شيء ثانية تعرفون ان ولف شل البف اعطوني انا وانا بعيد ما تعرف عادي في جلتش في السيرفرات في سيرفتور في سيرفتور انا اقول لك اقتل الديمو قاعد يتحرك قاعد يروح هني 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 صح يا حبيبي خمس ثواني حد يشيل انا ما اقدر اشيل شيل بف شيل بف شيل بف كنوفا تحتك 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 انا ما اقدر اشيله تحت تحت البف تحتك تحتك هني هني تحت 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 بطل هني على اليمين على اليمين باب اليمين معايا السكنر ترى انا بسرعه عادي عادي ترى شيء وقت حتى نضيف مو بدمج فيس يلا طلع 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 صح صح اكثر صار بترجع اها ولف لا تدور لي اوبريتر ما في اوبريتر زين خلاص انا بنظف في السيرفر اللي فوق مع اني غيرت البطاقه عندكم سيرفر فوق انا ببدا في النص عشان اشوف المكان بسرعه وندمج يلا انا خلصت نظفت الفوق ما في سيرفر باقي سيرفر على اليمين باقي سيرفر عند كرم شالو شالو خلاص اوكي بس الروتر كنا في ايه انا مسكر يمكن عدها مسكر يا جماعه ترى ايه في في تحت تحت النص هذا اللي بالتحت اذبح اذبح البوس اعتقد على اليمين على اليمين على اليمين بحضر الأوفيز